مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا وديع عطاء. سيد وديع، كيف تفسر هجوم الحوثيين على المخا؟ مرحبا بكم والمشاهدين الكرام. حقيقة هذا التفسير يعني يمكن نربطه بأن الإمارات أرادت أن تحرك أدواتها بالساحل الغربي، خصوصا وأن لها تواصلات الآن غير مشروطة يعني، ولم تعد قافية دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا بينها وبين إيران، وبالتالي تلتقي مصالحها ضد المصالح السعودية في اليمن، وتريد أن تقول للمملكة العربية السعودية بأنها تستطيع أن تحرك أيضا بعض الثورات التي يمكن أن تقلق يعني أو تؤكد قدرتها أيضا على إقلاق الخارطة العسكرية السياسية في اليمن. نعم، ما هي دلالات هذا التوقيع بالذات؟ دلالات ماذا؟ دلالات هذا الهجوم بالنسبة لتوقيع الاتفاق في الرياض. بالنسبة لهذا الدلالات كما قلت أيضا وأسلفت بأن الإمارات تريد أن تلعب بأدواتها في هذه المنطقة العسكرية أو في هذه المنطقة الجغرافية من اليمن، وتريد أن تقول بأن لديها يعني أنه لا يزال لديها الكثير أيضا لتؤكد سيطرتها أيضا في هذه المنطقة الجيوسياسية من الخارطة اليمنية خصوصا الساحل الغربي، الذي لا تزال الامارات حتى اليوم تنفرد بالقرارية بعيدا عن المملكه العربيه السعوديه. كل ما تفعلونه المملكه العربيه السعوديه هو هي ان تدفع الامارات ثمن فقط، بينما التحركات العسكريه والهندسه العسكريه للمعارك هي فقط اداره يعني اماراتيه، لا تزال النت ولا تزال تبني الالوية العسكريه لطارق عفاش، ولا يزال كثير من اتباع طارق عفاش يعودون الى صنعاء ويعودون الحظ الحوثي ويعودون ايضا بالخرائط والمعلومات المهمة التي قد يعني تؤثر على الجبهة العسكرية في الساحل الغربي خصوصا، وقد يصبح الإخوة السلفيين الهدف الرئيسي من هذه التسريبات لكي يخلوا الميدان فقط لطارق عفاش وقواته التي تبنيها له الإمارات لتكون قوات عفاشية خالصة تستطيع أن تتحكم بالمشهد في الساحل الغربي. نعم سيد وديع، هل تتوقعون استمرار مثل هذه الهجمات على الحديدة والمخا والشريط الساحلي بشكل عام؟ نعم، إن استهداف المخزن الرئيسي أو أحد المخازن الرئيسية كانت تمد يعني غالب الجبهات العسكرية في هذه المناطق الساحلية سيكون له ما بعده بتقديري، لأن الفاتحين بالتأكيد يعني سيكون له خططهم التي لا يمكن أن يتخلوا عنها في مسألة الاستثمار، يعني ما يمكن اعتباره انتصار بالنسبه لهم وهو استهداف هذا المخزن الرئيسي. لكن هناك سؤال كذلك يتبادل الذهن وتثيره اللحظه، وهو ما الذي يمكن ان يفعله الطيران التحالف على الاقل للتخفيف من ضغط الهجمات الحوثيه التي قد تستهدف الجبهات العسكريه التي كانت تستفيد من هذا العتاد العسكري الذي ياتي من هذا المخزن. وبالتالي نحن امام يعني معارك محتمله جديده والتفافه جديده في حيث والبريمي والجبلية والمناطق كلها. نعم، الكاتب والصحفي وديع عطاء كنت معنا، شكرا جزيلا لك.